بالناحية العسكرية الأولى أشرف السيد اللواء علي سيدان قائد الناحية على مراسيم تسمية كل من مقر القطاع العملياتي شلف بالناحية العسكرية الأولى باسم الشهيد عبدي بالخروبي، حيث تم تكريم عائلة الشهيد بحضور ضباط وإطارات القطاع. السيد اللواء علي سيدان أشرف أيضا على تسمية مقر المجموعة 15 للتدخل للدرك الوطني بشلف باسم الشهيد غريس عبد القادر، وهذا بحضور عائلة الشهيد التي كرمت بالمناسبة. كما أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى على تسمية المؤسسة الجهوية للمعتمدية بالبليدة بالناحية باسم الشهيد كبيشي عمر. مراسم التسمية التي حضرها ضباط وإطارات الناحية شهدت في الختام تكريم لعائلة الشهيد. وبالناحية العسكرية الخامسة أشرف السيد اللواء نور الدين حنبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة على تسمية الكتيبة 751 لدبابات القتال باسم الشهيد بهلول محمد. السيد اللواء أشرف أيضا على تسمية الكتيبة 756 المضادة للطائرات باسم الشهيد لافي بالقاسم في حفل شهد حضور ضباط وإطارات الناحية، ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.